معلومة أولية، نابليون من أعظم الفضوليين في التاريخ. لك أن تتخيل أن تم كتابة 400 كتاب عن نابليون. ليه؟ لأنه أحد الشخصيات التاريخية الأكثر اهتمام. فيلم نابليون من إخراج ريدلي سكوت، وهنعرف بالتفصيل مين الراجل ده، وبطولة خواكين فينيكس بصفته القائد العسكري الأسطوري نابليون بونابرت. الفيلم باختصار بيحكي تفاصيل الصعود والرحلة إلى السلطة ثم السقوط للإمبراطور الفرنسي بونابرت. بيقوم بدور زوجة نابليون بونابرت جوزفين الممثلة هانسيا كيربي، وهي البارزة جدا وبيركز عليها الفيلم. الفيلم باختصار بيحتوي على العديد من المعارك، أو أهم المعارك اللي قام بيها نابليون، تشويق وإثارة وصرف إنتاج عالي أوي بصراحة، والتركيز الأهم على علاقته بزوجته جوزفين اللي هي كانت أكبر منه سنا حوالي 6 سنين، وكان نابليون بيحبها لدرجة الإدمان، مفيش وصف أوصفه أكتر من كده، مع إنها في حقيقة الأمر كانت بتخونه. أنسيا كيربي هي اللي بارزة جدا وبيركز عليها الفيلم، وهتكتشف قبح العلاقة ما بين الحب والكراهية المتبادلة بينهم. حاجة كده غريبة، حب فظيع في نفس الوقت كره غير عادي. ودي شخصية نابليون اللي فيها جدال كبير جدا، لأن نابليون كان بيبص للستات على أنهم أشخاص يجيبوا أطفال، لأن كان كل اللي في دماغه وريث للإمبراطورية اللي هو ماسكها دلوقتي. عشان كده المخرج والمؤلف كانوا مركزين قوي في العلاقة الدرامية دي. آخر حاجة في الشخصيات اللي بنلقي عليها الضوء المخرج ريدلي سكوت. طبعا ده مخرج أكتر من رائع، المخرج ده عنده 85 سنة، تقدر تقول إن هو متخصص في الأفلام دي أو النوعية دي من الأفلام. طبعا كلنا شفنا فيلم جلاديتور وعظمة الفيلم ده، على فكرة بيعملوا جلاديتور دين، وعمل فيلم كينج دام أوف هيفن، وعمل فيلم إكس دوكس كاتس، يعني عمل أفلام أكتر من رائعة. هو متخصص في الأفلام التاريخية بشكل مذهل بصراحة، وريت تتفرجوا على الفيلم، لأن الراجل ده أخره لسه، يعني عمل فيلم ولسه قدامه فيلم كمان، يتهيألي ده أخره يعني أكتر من كده صعب. نتكلم بقى عن الفيلم تاني. الفيلم بيظهر نابليون على أنه شخص بيحب بلاده بشدة، وكان ذو استراتيجية في المعارك، بيعرف إمتى يضرب وإمتى يتراجع زي ما هنشوف في المعارك. لبعض أحداث الفيلم اللي تم الإعلان عنها ومدى الدقة التاريخية لهذه الأحداث. الكلام اللي بيتقال ده مش كلامي، ده كلام بعض النقاد. النقاد بتقول لما تتعرض لتاريخ لازم يكون صحيح ومقنع في نفس الوقت، لكن في ناس تانية بتقول يعني بعض الأحداث مش مؤثرة، وطاقم العمل اللي موجود ممكن قادر على إن هو يغير من فكرته. على سبيل المثال مثلا، الممثل وهين فينيكس اللي بيلعب دور نابليون دايما بيظهر كبير السن بالنسبة للعمر الحقيقي لنابليون وقت بعض الأحداث. يعني على سبيل المثال، معركة فيندامي 13 لطرد الرجعيين حدثت وكان عمر نابليون حوالي 30 سنة، كان مجرد جنرال في الجيش الفرنسي، تم تكليفه بمهمة وقيادته الناجحة ساعدته على الشهرة وأنه يصبح قائد قوي، لكن نابليون كان ظاهر بسن أكبر من كده بكتير. عمر أنسيا كيربي 35 سنة، كان ممكن اللعب شوية في الميك اب علشان تكون أكبر شوية من سنها، وبالذات أن جوزفين لما تقلدت بقت إمبراطورة كان عندها 41 سنة، يعني في فرق حوالي زي ما قلنا 6 سنين بينها وبين السن الحقيقي. الفيلم بيصور لنا طريقة استيلاء نابليون على السلطة. نابليون ما دخلش بالجنود بالطريقة دي، نابليون استخدم انتصاراته العسكرية ومواقفه العسكرية وحب الجنود ليه، وكان قوي جدا، والطريقة اللي هم صوروا بيها دخول قوات
واستيلاء على السلطة ما كانتش صحيحة. أو الملاحظة الثانية، في أثناء الحصار نابليون ما كانش موجود مع دوروماتا قائد المدفعية، لأن هما مع عمرهم ما كانوا على وفاق وما اتفقوش أبدا، وبالتالي وجودهم مع بعض تاريخيا لم يتم. من ضمن المشاهد برضو النقاد اتكلموا عليها إعدام ماري أنتوانيت سنة 1793. المشهد ما كانش كده، لأنه يبدو في الفيلم فوضويا للغاية، كأنك بتشوف مباراة كرة قدم. الثورة الفرنسية وقتها كانت بتنظم كل حاجة، وبالذات في الحالات دي. وفي مقطع من فيلم فرنسي قديم بيتحدث عن نفس الفكرة، وجايب شكل إعدام ماري أنتوانيت مختلف تماما عن اللي احنا شفناه في الفيلم. أكتر حاجة مستغرب لها أنا موضوع ضرب الأهرامات، معرفش يعني الناس دي ما رجعتش تاريخ ولا إيه بالظبط، الله أعلم. كلنا عارفين إن معركة إمبابة، معركة اللي كان نابليون بيسميها معركة الأهرامات لأن كانت إمبابة قريبة من الأهرامات زي ما سماها نابليون، كان الهرم على بعد 9 أميال يعني حوالي 16-17 كيلو. إزاي ضرب الهرم؟ لما تفتح جوجل وتشوف مسؤولين في وزارة الآثار قالوا إن ده غير صحيح تماما، حتى كمان إن أنف أبو الهول اللي كلنا عارفين الحملة الفرنسية بقيادة نابليون هو اللي ضرب أبو الهول بيقولوا بريء منه، لكن طبعا مش موضوعنا مين اللي ضرب. دي أهم الآراء اللي هي موجودة، اللي طبعا أنا واقف عند موضوع ضرب الهرم ده كان غير صحيح تماما وكان لازم يراجعوا التاريخ. ولما سألوا في أحد البرامج ريدلي سكوت قال لهم في كتب كتير عن التاريخ، ممكن الكتاب اللي يكون وقع في إيدينا للواقعة دي يكون المعلومة فيه غير صحيحة، احنا مش هنقرأ 400 كتاب علشان خاطر نجيب التاريخ الصحيح. لكن في آراء تانية بتقول إن الملاحظات دي مش مؤثرة جداً على الفيلم، إحنا بنشوف حدوتة عظيمة لقائد عظيم. طبعاً موضوع التاريخ ده اللي بنشوفه بعدين، لكن أنا مركز على حاجة مهمة جداً ألا وهي موضوع الأهرامات، لأن الموضوع ده غلط تماماً علشان خاطر ولادنا ما يشوفوش حاجة غلط. الفيلم مركز على معارك لأبيها نابليون، معركة طولون والثورة في باريس وحملته لأستراليا، معركة ووترلو، وطبعا علاقته بجوزفين. والفيلم برضو فيه بعض المناظر اللي هي الجنسية الخارجة شوية. الخلاصة بتاعت الفيلم، نابليون كان مهتم بعلاقاته وفي نفس الوقت بتدمير المدن. دي الخلاصة، لازم نبقى عارفين ان احنا مفيش قدامنا غير ان احنا ننتظر عشان نشوف الملحمة التاريخية طويلة اللي هي حوالي 2.5 ساعة. شوفوا يا شباب الفيلم ده كتاريخ، بصراحة فيلم أكتر من رائع، وشركة أبل صرف عليه كتير جدا، ويكون المحتوى ده اللي عجبكم. ومفيش حاجة أقولها بقى غير أن أنتوا تدعموا القناة وتفعلوا كل الإشعارات، وأكون شاكر. وإلى أن نلتقي في الفيديو القادم، لكم تحياتي.